القصيدة ثم ناخذ شوي وناخذ بالموروث. ما اليوم معنا وقت ما شاء الله. أمس أقرأ الكتاب اسم الشعراء عنيزة الشعبيون. إيه. مؤلف الأستاذ عبد الرحمن العقيل وسليمان الهطلاني. إيه. هذه للشاعر بندر السعداء الضحيتم طيري رحمه الله. رحمه الله. يقول الله من فتن الله من فكر ضحى اليوم محتار يجر ونات حملهن ضميري اليوم كله لين يبدلنا الأنوار النوم عفته ما يهملج نظيري أخي البراق على الصلب سمار وسحب التهل وركزا بتحديري والبركاره اللي تغبط بالأمطار وكل يقول العش بيمي تثيري سقوى إلى من تسلقاع نوار تلقى زبيدي في قرار ومحيري يزين والله بالفضة شبت النار لي صار وزن البيت عش من وديري ذولا يجون من يمن النزل عبار أو ذولا مسير وهذا بشيري وتماثلوا من بينهم رد الأخبار وزين المقهوي وسطهم يستديري ورع الولعية لي صحصيح الأقفار جولن يصيدونه وجولن يطيري ومرقع الصقار عن شوف صقار والكل منهم قال هديت طيري يا ليت من ياخذ مع البدو مقدار مقدار عشر سنين معهن يسيري ودي بسجة الضحايا أبو عمار ويمضي زمان من قصير القصيري يلومني دحشن سواليفه كبار ماله مع البدوان ورد صديري لا زائر حيه ولا هوب من زار ولا زيل هذا للنشا مع عشيري رجال بالخلزة وهو مذهب حمار خليه يا شقر المجاديل نيري البنت مثل سب المشاتيل تختار خليني ديم البيت عن هس خيري ما ينفعتكم خن على النوم هالدار وعند اللوازم ما يدان الصفيري قلته كل التصانيف وافكار ورع الغنم يضحك برع البعيري وكل بعقله راضي عندها بصار إلا بماله ما يدان الخشيري وقالوا بعد لولا تخاليف الأنظار تنسل عبارة على علم غيري وترى السوالف به طويلات وقصار ورجى السموحة من صغير وتبيري الله يسامح كل خير وعذار وهذا كلامي بل مثل وتعبيري. الله 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 لك العافية. الله يغفر له ويرحمه وبيض الله وجهك وجزاك الله خير. الله يرضى عليك ويبارك فيه. بناخذ فاصل، بس قبل الفاصل أبذكر بمشروع